النشرة الرياضية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. يلتقي مساء اليوم المنتخبان الهولندي والبرازيلي في النهائي المصغر لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال البرازيل، ويسعى كل طرف لتحقيق الفوز من أجل تطميد الجراح بعد الفشل في الوصول للمباراة النهائية. أكد لويس فيليب سكولاري مدرب المنتخب البرازيلي أن الفوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع سيكون مهما جدا من أجل المساعدة على تخطي الجرح العميق الذي خلفته الهزيمة الساحقة أمام ألمانيا في نصف النهائي. وأكد سكولاري على ضرورة الفوز على هولندا لمحاولة نسيان الهزيمة التاريخية. أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة بأسماء 10 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في نهائيات كأس العالم، وضمت القائمة 7 لاعبين من المشاركين في المباراة النهائية بين الأرجنتين وألمانيا بالإضافة إلى أريان روبن ونيمار وجيمس رودريغيز. على النادي برشلونة الإسباني عن ضمه الأوروغواني لويس سواريز من نادي ليفربول الإنجليزي، وفي حال نجح سواريز في اجتياز الفحص الطبي فإنه سيرتبط بعقد مع برشلونة لمدة 5 أعوام. أخيرا تأهل الإيطالي فابيو فونين إلى الدور قبل النهائي في منافسات فرد الرجال في بطولة شتوتغارت مفتوحة للتنس بعد فوزه على الكولومبي سانتياغو خيرالدو، وفاز فونين في مباراة دور الثمانية بمجموعتين دون رد. نهاية النشرة الرياضية، تحية طيبة وإلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.القدس.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.